طيب خلينا نروح لزميلنا كالعادة، زميلنا كريم أحمد من أرض أو من فندق الإقامة، يقول لنا ماذا حدث اليوم أو خلال اليوم بالكامل في فندق إقامة النادي الأهلي. تفضل يا كريم. مساء الخير عليك يا كابتن اسلام الشاطر، ومساء الخير على كل مشاهدينا وكل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. كالعاده من خلالك كابتن اسلام ومن خلال ملعب الاهلي بننقل كل الكواليس والاخبار الخاصه بفريق النادي الاهلي سواء في بطوله الدوري العام في البطوله الافريقيه. احنا طبعا النهارده مباراه هامه ومرتقبه، وكل مباريات النادي الاهلي هي مباراه كؤوس الحفاظ على لقب بطوله الدوري العام، هو الشيء الاصعب طبعا بالنسبه لكل الفرق وتحديدا كمان للنادي الاهلي ان انت تحافظ على المكانه الكبيره اللي انت وصلت لها والعدد الكبير والرقم القياسي في حصد بطولات الدوري العام. فمحتاج مجهود كبير جدا من الجهاز الفني ومن اللاعبين من المنظومه بشكل كامل، لان ضغط كبير جدا يا كابتن اسلام بالنسبه للمباريات. يعني احنا 7 مباريات في شهر يناير، احنا عدينا خلاص مباراه المقصه، يتبقى لنا مباراه نادي مصر يوم 5/1، بلاتينيوم 11/1، طنطا 15/1، المقاولون 19/1، نجم الساحلي 24/1، وامبي 27/1. فيمكن ضغط كبير جدا، بنخسر طبعا عدد كبير من اللاعبين طبعا اللي فيه، طبعا منهم لاعبين هتعود ان شاء الله قريبا لصفوف النادي الاهلي، ومنهم لعيبه لسه شويه الوقت معاهم امثال سعد ورمضان صبحي اللي ان شاء الله بنتمنى لهم كل الشفاء العاجل خلال المرحله القادمه. قبل كل شيء يا كابتن اسلام، وقبل ما نتكلم في الكواليس الخاصه بالمباراه ومباراه نادي الاهلي واف سي مصر اليوم على استاد القاهره، حابين طبعا نوجه كل الشكر والتقدير بدايتها من مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، مرورا بكافه الادارات وتحديدا اداره التسويق على انهاء الصفقه اللي كانت منتظره طبعا من كل جمهور النادي الاهلي، هو محمود عبد المنعم كهربا. بالفعل المجهود اللي بذل خلال المرحله الماضيه زي ما قلنا، العميد محمد مرجان كمان اللي النهارده كان متواجد في الاتحاد المصري لكره القدم، لان يمكن كان في لغط كبير خلال الايام او الساعات الماضيه، لكن حسم الامر تماما وازدل الستار على هذه الصفقه، ووصلت بالفعل البطاقه الدوليه، والنهارده كمان صباحا تم استخراج الكارنيه الخاص بالاتحاد المصري لكره القدم اللي من خلاله ان شاء الله محمود عبد المنعم كهربا يكون متواجد في قائمه المباراه، منتظرين يكون في الملعب ان شاء الله كابتن اسلام، منتظرين يكون في التشكيله الاساسيه وعلى دكه البدلاء. لكن خلاص يعني اداريا بالنسبه للامور الاداريه الخاصه بالاجراءات انتهت بشكل كبير، الدور اللي جاي بقى على كهربا، الرد يكون في الملعب، جمهور النادي الاهلي منتظر منه الكثير خلال الايام القادمه، عندنا بطولات عديده، وهو كمان اكيد هيبقى عايز يصنع مجد شخصي ليه، وايضا كمان يصنع مجد للنادي الاهلي بجانب التاريخ كبير لنادي القرن النادي الاهلي. 21 لاعب في قائمه المباراه، وهي دي النقطه اللي حابين طبعا كابتن اسلام في البدايه، كل المواقع وكل الامور كاتبه طبعا او كل المواقع الخاصه بالتشكيل كاتبه 22 لاعب النهارده. عايز اقول لك قبل ما اتكلم حسام عاشور خارج القائمه، قائمه مكونه من الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي ورامي ربيعه وياسر ابراهيم وليد ازارو وليد سليمان ايمن اشرف ديانج عمرو السليه مروان محسن محمد مجدي قفشه علي معلول احمد الشيخ احمد فتحي صلاح محسن جونيور اجاي جيرالدو محمد هاني ومحمود عبد المنعم كهربا. كل اللي طبعا الموقع يمكن كاتبه ان حسام عاشور متواجد في القائمه، لكن من خلال سؤالنا وتواجدنا في فندق الاقامه يمكن خرج هو من الاختيار، عنده الام بسيطه كده في الحوض، ففضل الجهاز الطبي يكون حسام عاشور خارج قائمه المباراه، وبالتحديد كمان يكون خارج المباراه، بنتمنى له الشفاء العاجل. عندنا اصابات عديده كابتن اسلام، لكن يعني عندنا ان شاء الله ثقه كبيره في كل اللاعبين وفي الجهاز الطبي اللي بيقوم بدور كبير جدا لتاهيل كافه اللاعبين، لان المرحله اللي جايه مرحله هامه ومرحله فيها مباريات وفيها مواجهات عديده جدا على المستوى المحلي والمستوى الافريقي. الغيابات عايز اكلمك عليها للرؤيه الفنيه وايضا كمان للاصابات والتاهيل للاصابات، نقدر نقول شريف اكرامي، حسين الشحات، محمود وحيد، عمار حمدي، الرؤيه الفنيه لمستر ريني فايلر، حسين السيد وصالح جمعه، الاصابات المطوله شويه بالنسبه للاعبين وهي رمضان صبحي، سعد سمير، حمدي فتحي، كريم ندبد ومحمد محمود. الامور الحمد لله ماشيه بشكل طيب جدا ومميز يا كابتن اسلام في فندق الاقامه، الامور الاعتياديه بالنسبه للفطار والغداء الخاص باللاعبين، المحاضره النهائيه طبعا هتكون في فندق الاقامه ومنها مباشره على استاد القاهره اللي هيستقبل مباراه اليوم ان شاء الله. من خلالك يا كابتن اسلام ننقل كل الصوره، نكون في الاستاد متواجدين معاك للجو ونتكلمك عليه، ارضيه الملعب استاد القاهره طبعا منشاه رياضيه رائعه جدا، والطفره الكبيره جدا اللي تمت فيه خلال الايام الماضيه والسنين السنه اللي فاتت بالتحديد، يعني مخليه الموضوع ما نقدرش نتكلم على ارضيه الملعب، كل الامور الحمد لله مهيئه، لكن هكلمك ان شاء الله على الجو ودرجه الحراره، متوقع ان يكون درجه الحراره بالليل يعني يكون برد شويه في استاد القاهره، لكن ان شاء الله يكون جو كروي باذن الله ينعكس على اللاعبين، ينعكس على مستر فايلر، يكون موفق ان شاء الله في اختيار التشكيل اللي هيخوض به مباراه اليوم، وايضا كمان نخش في المباراه سريعا يعني بلغه الكوره وشخصيه النادي الاهلي من اول دقيقه، كل الاحترام اكيد لنادي اف سي مصر، وده اللي اتكلم عليه الكابتن سيد ومستر ريني فايلر مع اللاعبين، مش هنبص للنتيجه او مش هنبص للترتيب لنقاط
لقطاته لعدد مبارياته، على قد ما احنا هنبص على الرد يكون داخل المستطيل الاخضر من اول دقيقه لاخر دقيقه. اللعب على قلب رجل واحد وشخصيه النادي الاهلي هي الهدف الوحيد لكل اللاعبين. ان شاء الله كابتن اسلام مجرد وصلنا ملعب المباراه يكون معاك تشكيل الفريقين، كل الاجواء، الحضور، كل الامور الخاصه ان شاء الله تكون من خلالك ومن خلال ملعب الاهلي. عوده ليك يا كابتن اسلام. شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد، دايما